إذا اللي عملناها الخطوة الأولى طلعنا الريل نمبر في دي على نيو أو في دي على نيو على رو أو في دي رو على نيو أعطتني الريل نمبر، وبعدين حددنا إنه الفلو لامينر أو تيربلنت إن الطلعات إذا كان إن آر أقل من 2000 بكون لامينر، أكبر من 4000 بكون تيربلنت، إذا كان بين 2000 و 4000 بكون undefined. ما دام عرفنا هذا الفلو هلا صار عندي الحالة الثالثة مباشرة بقدر أحسب الهيد لوس. هلا إف لامينر أو لا حتى مش لامينر هون بشكل عام، هلا مباشرة بقدر أقول إنه النص راح يساوي الفريكشن فاكتور في ال على دي في في سكوير على 2 جي. صحيح ما بحطش هون إثبات لها، فصار عندي هلا ال اللي هي طول الطايب دي internal diameter of the pipe، بعدين v طبعا اللي هي speed of the fluid. شو لازم تطلع units على فكرة هون؟ h بالمتر، لازم يطلع هذا كله بالمتر، متر على متر بيشتغلوا بعض، متر بير سكند بتصير تربيع بتصير متر سك متر سكوير بير سكند سكوير على متر بير سكند سكوير، متر سكوير بير سكند سكوير على متر بير سكند سكوير شو طلع عندي؟ متر. والفريكشن فاكتور دايمنشنلس فبيطلع معي اتش ال بالامتار. اذا في هذا طلع عندي اخر شيء وعندي اف الفريكشن فاكتور هذا دايمنشنلس عندي اخر شيء هون جي طبعا acceleration due to gravity وحدته متر بير سكند سكوير متر بير سكند متر متر. وايش ال؟ ايش هو؟ الهيد لوس ان هاي المعادلة قلنا انها دايمنشنالي كوركت. اوكي ماشي واضح؟ اللي حكينا لحد الان واضح ان هذا هلا هلا بيجي الفرق بين التيربلنت فلو واللامينر فلو. اذا كان الفلو لامينر حتى احسب الهيد لوس اذا 4 4 لامينر فلو اف بتساوي 64 على ال وهاي كمان دايمنشنالس. من وين اجت 64 مرة؟ اوكي ماشي واضح؟ لا من الفلو حسب من الفريكشن 64 على ان ار اعطتني دايمنشنلس كوانتيتي. لاحظ هون ما اعتمدنا على السيرفس رفنس بهاي في حالة اللامينر فلو. اذا هون ما بيأثر الرفنس الانترنال رفنس تبعت الدايمتر، بتأثر بحالة تيرنال فلو. فخلص مباشرة صار عندي هون اتش ال بتساوي 64 على ان ار، وان ار حسبناه هناك مضروب في ال على دي في دي سكوير على 2 جي. هيك حسبنا اللوس. هذا بيرمننت لوس ان بريشر، واذا بدي هذا اللوس في البريشر شو بعمل؟ لو بدي اقول هون بي ال شو بتساوي؟ بتساوي اتش ال اللي حسبناها مضروبه في رو مضروبه في جي لهذا الفلويد. اوكي الكل فاهم؟ اذا ممكن تقول لي انا بديش استعمل الهيد لوس، بدي احكي عن البريشر، في بريشر لوس، البريشر لوس صار هون بهي الحاله بي ال روف جي في اتش.